أكد الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية إن مملكة البحرين ومن خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تسعى إلى القيام بأعمال الخير والبر والإحسان وتنفيذ المشروعات التنموية والإنسانية بما يساهم في تعزيز روح التضامن الاجتماعي داخل المملكة وخارجها. نعم، جاء ذلك خلال الإيجاز الإعلامي الذي عقده الدكتور مصطفى السيد حول المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ومشاريعها على المستويين المحلي والدولي، وذلك بتنظيم من مركز الاتصال الوطني وبحضور مندوبي الإعلام الإقليمي والدولي. وقال السيد إن المؤسسة الملكية قدمت الرعاية الشاملة لأكثر من 11 ألف يتيما وأرملة من مختلف مدن وقرى المملكة، منوها باهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وحرصه على تقديم الرعاية التعليمية وتكريم الطلاب المتفوقين.